الجزائر المرأة تقرأ كثيرا، نقدر نقول لك بلي معظم قراءنا نساء. وعلاه بالك؟ باسكو دار النشر تاعنا تنشر بزاف لي رومون، تنشر بزاف دراسات، صافي الكثير من النساء اللي يجوا لعندنا باش يقراو باش يدوا كتب وكامل. بارابور المشاركه تاعنا هنايا، عندنا مشروع، هو مشروع ثقافي، مشروع ثقافي، هو نديرو شغل توحيد المغرب، المغرب الكبير، نوحدوه ثقافيا كيما الشعوب موحده، نوحدوا ثقافه ثاني، ونديروا نكونوا قوه ثقافيه للمغرب، لكل بلدان المغرب، الجزائر، المغرب، تونس، وليبيا، موريتانيا، كل بلدان المغرب، ونديروا توحيد ثقافي اقتصادي في كل الميادين، نديروا نحلوا الحدود، ونديروا طريق مشترك، نولوا يعني كوم لونيون اوروبيان باغ اكزومبل، كوم لونيون اوروبيان سي بليزيور بيي، مي ولاو شغل بلد واحد. هكذا هو المشروع تاعنا، وسيمبوليكمون رمزيا على هذا اللي رانا حبينا اون انسيستي المشاركه في هذا لو سالون على هذا رمزيا، سي بور دير جوستومون باش القول انه الرغبه لدور النشر المثقفين المغاربة لتحقيق هذا التوحيد المغاربي. اليوم من خلال زيارة ديالنا لمعرض الكتاب في النسخة ديالو الثالثة، إلا أنه كيفتح الجهة الشرقية على أنه العالم العربي أو المغرب بصفة عامة وجهة الشرقية بصفة خاصة عندها منابع ديال الكتب، مختلف الكتاب، مختلف الشعراء، مختلف الروائيين، وهذا إلا أنه كيحفز نحن كشباب أننا نربط العلاقة ديالنا بالكتاب أكثر في ضمن هذه الموجة المعلوماتية، الآيباد، التليفون، الانترنت اللي اكتسحت العالم برمته. وحنا اليوم إلا أننا شباب وديجن كنمروا واحد الرسالة أن الكتاب لا يزال صديق الإنسان. بالنسبة للنساء، واش كيقراو ولا ما كيقراوش؟ على حسب لانفيرون اللي هما فيها. إذا كانوا في مدن كبرى كيكون متاحة لهم مثلا المكتبات ونقط البيع، اما اذا كانوا مثلا في الجبال ولا في مناطق منعزله كيكون صعيب باش يوصل لهم الكتاب. الكتاب شنو هو؟ واحد الحاجه في الحقيقه اللي كاين بعض الناس اللي كيقول لك الكتاب هو راه انيس للانسان بزاف، يعني في الحياه ديالك، حتى في بعض الاحيان الواحد فاش كيكون باغي غير يخوي كتمشي للكتابه، كتمشي تكتبي. انا فاش كنت هذا شحال صغيره كنت دو طون زون طون كنكتب شويه ديال الشعر، كنت كنلقى فيه راحتي. هي في واحد الناحيه الانسان لو كان تكون عندك من الصغر ديال كتلقاي اللي كيعاونوك في الحقيقه، والله العظيم ما دايريش في المدارس ما مهتميش من هذا الجانب هذا، يعني كيكونوا بعض الهوايات بالنسبه للاطفال ولكن ما كاينش اللي كينميها لهم. يعني باش تكون ديك الهوايه عندك خاص دي زيكسبير اللي كيعرفوا كيديروا يخرجوا منك ديك الهوايه باش يزيدوا بك ليها لقدام. ما كرهتش يكونوا بعض المؤلفين يديروا واحد الجانب كماده بالنسبه في المدارس اللي باش الاطفال شويه ينساو هذا الشيء ديال الانترنت اللي راه في الحقيقه نغمسوا فيه بزاف، يهتموا شويه بالدراسه ديالهم من ناحيه ديال الكتاب، يهتموا به بالقراءه ديالو. هما عندهم الكتاب جوست غير ان بروغرام نتاع القرايه، قراي جمعي طويتي خديتي لي فاكونس، ماشي زعما واحد الحاجه اللي كي يتعلموا منها، اللي كيستافدوا منها في الحياه ديالهم وما حدهم يكونوا عاد صغار.